بص يا ابني. ايه ده هم لسه ما خلصوش؟ لسه يا ريس. محدش من دكاترة الحاجة؟ التقرير المبدئي بيقول الوفاة ما فيهاش أي شبهة جنائية. الوفاة نتيجة نزيف داخلي بسبب تدفع الخرفان. هو مش ده عدنان الرئيس اللي كان صادر أمر بالقبض عليه؟ هو شكله كده كان عايز يطلع على الحدود. الأرقام شكلها مظبوط. عدنان مات. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.